أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى المبحث الثالث، وهو المبحث الخاص في أنه سبحانه في أنه في أن النبي معصوم من أول عمره إلى آخره لعدم انقياد القلوب إلى طاعته، أن عهد منه في ثالث عمره أنواع المعاصي والكبائر وما تنفر النفس عنه. هذا المبحث من المباحث التي وقع الكلام فيها ووقع الاختلاف فيها بين من أراد أن يبين أن هذه القضية ليست قضية شاملة لكل أزمنة حياة النبي، وبين من ذهب إلى أنها شاملة لكل تلك الأزمنة. والذي أشار إليه المصنف هو رأي الإمامية الذي يقول بأن النبي يكون معصوما من أول عمره إلى آخره. وهذا طبعا الأمر عندما يقال بأنه من أول عمره إلى آخر عمره، فإنه النتيجة سوف يشمل الأوقات التي لا يكون فيها نبيا، لأنه ليس الإنسان ليس النبي هو نبي من أول أيام حياته، وإنما هو يكون نبيا عندما يعني يوحى إليه بذلك، أو يعني يخبر عنه، أو تبدأ رسالته يعني في الحياة. فعندما يقال بأنه معصوم من أول أيام حياته إلى من أول أيام عمره إلى آخره هذا العمر، المقصود من ذلك أن عملية العصمة أو حالة العصمة أو صفة العصمة هذه تكون شاملة لأيام يكون فيها نبيا، وأيام أخرى أو سنوات أخرى يكون فيها إنسانا يعني ليس مرسلا ولا مبعوثا من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا البعض وقع عنده تجويز أن القضية إذا كانت أثناء النبوة فالمسألة ربما يقال أننا نقبل أن يكون أثناء النبوة، ليس من الممكن أن يقع منه ما هو يعني ذنبه حتى وإن كان صغيرا، ولكننا قبل أن يكون نبيا يمكن لنا ماذا؟ يمكن لنا أن نقبل صدور ذلك باعتبار أنه في تلك الفترة ليس مرسلا ولا يمثل السماء، إنما هو إنسان عادي بين يعني يعيش بين الناس. ولكن هذا الكلام كما يقول المصنف ليس كلاما مقبولا. لماذا؟ لأن الدليل أو الهدف الذي تبتغيه السماء من إرسال الرسل والأنبياء إنما تهدف إلى هدف، هذا الهدف هو أن تكون هناك عملية انقياد وعملية انطياع وعملية اتباع للأوامر التي تأتي والنواهي التي تأتي عن طريق هذا الممثل للسماء. وهذا الأمر يحتاج إلى يعني إلى أن يكون هناك أوصاف خاصة، هذه الأوصاف الخاصة تجعل لهذه الأوامر ولتلك النواهي وقعان في النفوس وتأثيرا في النفوس. فإذا كانت هذه الأوامر صادرة من شخص لم يعهد منه مثل هذه القضايا التي يجوز البعض صدورها منه، فإنه سيكون لهذه الكلمات أو لهذه الأوامر أو لهذه النواهي وقع خاص فيها بها. وأما إذا كانت هذه الأمور تصدر من شخص قد عهد منه، نعم، فإذا كان الإنسان الذي يكون قد أرسل إلى الناس أو بعث إلى الناس قد عهد منه المعاصي والكبائر أو على أقل تقدير مثلا الصغائر، وهذه الأمور هي من الأمور التي تجعل الإنسان ينفر من غيره ويحاول أن يجعل لهذا الغير مرتبة أدنى من المرتبة التي هي مرتبة النبوة، فعند ذاك لن يكون منقادا لهم إذا كان قد عهد منهم
المعاصي، لأن هذه المعاصي ستقلل من شأنهم وستقلل من مكانتهم الاجتماعية، وسيكون الانصياع لهم ليس ماذا؟ ليس انصياعا تاما لما لهذا الأمر الذي عهدوه منهم من تأثير سلبي على مكانتهم في نفوس الناس. وبالتالي يمكن لنا أن نقول بأن كما قال المصنف أن قضية الانقياد وقضية الاتباع التي هي هدف من أهداف السماء في قضية بعث الأنبياء والرسل، هذه العملية تتوقف توقفا واضحا وجليا على أن لا يصدر من هؤلاء ما يمكن أن ينفر النفوس أو أن ينظر إليه بنظرة دونية أو نظرة ينظر إليه بأنه شخص يعني عاط أو له مثلا مرتبة أدنى من أعلى القوم، وحتى وإن كان ذلك من خلال صغائر الذنوب وليس ذلك من خلال كبائرها، لأن الكبائر كما هو واضح ربما لم يقع فيها مثل هذا الكلام يعني بين أصحاب يعني الملل اللي هم المسلمين من الفرق الإسلامية، ولكن حتى هذه الصغائر فإذا كان الإنسان قد صدرت منه بعض من هذه الصغائر فإن النظرة إلى أوامره ونواهيه تكون مختلفة والانصياع إليه يكون بدرجة مختلفة، فإنه لن يكون هناك انصياع له بسبب تلك الأمور المعهودة منه التي يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون فيها شائبة نقص أو شائبة يعني سلب في سيرته وفي صف يعني في نظرة الناس إليه، وبالتالي يكون هذا الإنسان ليس حاصلا على انقياد تام من الناس عندما يأمر ولا عندما ينهى. بعد ذلك علينا أن ننظر إلى أنه في خضم هذا كله يمكن لنا أن ننظر إلى أنه في بعض الآيات القرآنية قد وردت بعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن بعض من الأنبياء الذين حصل معهم بعض الأمور التي يفهم منها من خلال ظواهرها أنها معاصي، وقد صرحت الآيات القرآنية ببعض من تلك الأمور التي قد ينظر البعض إليها على أنها معاصي. فإذا كانت القضية هكذا فما هو الأمر الذي يمكن أن يقال في قوله تعالى من قبيل قوله تعالى وعصى آدم مثلا ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، أو قوله تعالى مثلا وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، وقوله تعالى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقوله تعالى قال فعلتها وإذن وأنا من الضالين. فكل هذه الآيات القرآنية ربما يقال فيها أن هذه الأمور التي تتحدث عنها هذه الآيات القرآنية أمور يمكن أن تؤيد ما ذهب إليه من جوز مثل هذه القضايا التي يمكن ماذا؟ أن تصب في بعض من تلك الأزمنة التي هي أزمنة سابقة لزمان البعثة. فإذا كانت تصب في تلك الأزمنة السابقة لزمان البعثة فما هو المشكل في هذه القضية؟ لأنه إذا كانت القضية ليست شاملة لكل أزمنة حياتهم بل تتحدث عن زمن الذي هو الزمن الذي زمن مثلا زمن عدم البعثة زمن السابق للبعثة، فالقضية ليست مشكلة، لأنه هنا في هذه القضايا ربما يحصل نوع من يعني من التنازل ويكون هذا الوقت خارجا عن إطار العصمة التي تدعى، تكون العصمة خاصة بزمان دون زمان، فيكون الزمان الذي وقعت فيه هذه الأمور زمان سبق يعني زمان السابق للعصمة أو عطل للبعثة، ويكون زمان البعثة هو الزمان الذي تقف فيه أدلة العصمة يعني بشموخ كما يقال، وبالتالي تكون هذه الآيات دالة على أنها ماذا؟ على أنها يعني أمور يمكن أن تقع، ولكن وقوع هذه الأشياء كان في أزمنة سابقة على زمان البعثة، وعندما يكون الإنسان معني مرسلا ونبيا عند ذلك تكون له هذه العصمة، وتكون هذه العصمة شاملة كما يقال
يعني كل أنواع المعاصي سواء كانت كبيرة أو صغيرة، هل على هذا التقسيم الذي يذكرونه؟ لأن هناك من يناقش أنه هل ستقسيم المعاصي للكبار والصغار، هذا تقسيم مقبول أو غير مقبول؟ البعض ما يقبل هذا التقسيم أصلا ويقول بأن المعاصي كلها كبيرة، لأنها يعني بالنظر إلى من وقد مع يعني من يعني بالنظر إلى من 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 عصاه الإنسان فكل معصية هي كبيرة كما هو يعني مشرب البعض. ولكن على كل حال عندما ننظر إلى هذه الآيات التي بعض منها قد يتحدث بعبارة صريحة عن وجود معصية أو عن وجود عصيان، فما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه صاحب هذا التوجه الذي يقول بأن النبي يكون معصوما من أول عمره إلى آخره؟ كيف يمكن له أن يصنع؟ نقول كما قال بعضهم وكما قال الشارح أيضا أن هذه الأمور التي أشير إليها كلها يمكن ماذا؟ يمكن حملها على أنها من قبيل ترك الأولى، يعني كان هناك أمران أحدهما هو الأولى وهناك كان هناك أمر هو تركه، والأولى هذا شيء زائد على التكليف، أمر كأنما يقال بأنه زيادة خير، فإن التزم به الإنسان حصل على مرتبة أعلى من المرتبة التي هو فيها، وإن كان قد خالف فإن هذا لم يصل إلى حد المعصية. فيقول الشارح في هذا الأمر، وباعتبار أن هذه القضايا لها محامل كثيرة، ومن هذه المحامل الكثيرة هي قضية الحمل على ترك الأولى جمعا بين مقتضى ما دل عليه العاقل وما ورد في النقل. وكما قيل في بعض الكلمات أن حسنات الأوراق سيئات المقربين، لأنه البعض من هذه الأمور التي تعد عند المقربين سيئات هي عند الأبرار إنما هي حسنات، فالبعض ينظر إلى هذه الأشياء على أنها هي سيئات في الوقت الذي يكون فيها ماذا؟ في الوقت الذي تعد هذه حسنات عند البعض. والبعض دخل في التفصيل في هذه القضايا، وهو أنه مثلا كل واحدة من هذه الأمور لها تفسيرها الخاص. طبعا ورد هذا التفسير الخاص في عيون يعني الأخبار للعلامة الصدوق، وردت بعض الآيات يعني ورد بعض الأخبار الواردة عن الإمام رضا عليه السلام في تفسير جميع هذه الآيات بما يؤدي إلى أنها إنما كانت من قبيل ترك الأولى أو الذي يكون ماذا أو تكون لها تفصيلات في الردود. ولكن على هذا الأمر يعني على هذه الطريقة التي أشار إليها الشارح، وهو أنها تفسر على أنها من قبيل ترك الأولى، يعني على فرض وقوعها فهي من قبيل ترك الأولى، عند ذلك نقول بأن ترك الأولى ليس أمرا ماذا؟ ليس أمرا معدودا من ضمن المعاصي التي يحاسب عليها الإنسان. وبالتالي هذه الأمور التي تتحدث عن وجود المعاصي في سيرة الأنبياء سواء كان ذلك في سيرة آدم أو في سيرة يونس أو في سيرة موسى عليه السلام أو في سيرة يعني الخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام أو غيرهم من الأنبياء أو يوسف مثلا أو غير ذلك أو غيره من الأنبياء، كل هذه الأمور لها ردودها التفصيلية، والرد العام الذي يمكن أن يذكر أنه كان من قبيل ترك الأولى الذي هو موافق لمقتضى العقل وما ورد في النقل الذي ورد فيه يعني تزكية هؤلاء من خلال ماذا؟ من خلال يعني من خلال الآيات القرآنية أو من خلال الروايات. طبعا الدخول في هذا البحث يعني يمكن أن يطول بنا المقام، ولذلك ندخل في تفصيله ونقول كما قال الشارح بأن هذه الأمور يها ما يمكن ماذا حمله عليها، وهو ترك الأولى جمعا بين يعني ما دل عليه العقل وبين ما صح نقله من خلال الكلمات. على كل حال هذا هو تمام الكلام، نقرأ ما أشار إليه المصنف والشارح. قال الثالث في أنه معصوم من أول عمره إلى آخره لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في ثالث عمره أنواع المعاصي والكبائر وما تنفر النفس عن. قال الشارح قال أقول ذهب القائلون بعصمتهم يعني الأنبياء فيما نقلناه عنهم إلى اختصاص ذلك بما بعد الواحي. البعض قال بأنه هذا
مختص بما بعد الواحد الذي نقلناه عنهم بأنه هناك اختصاص لزمن العصمة، العصمة ليست مطلقة، ليست لها حدود، إنما حدودها ماذا؟ حدودها زمن البعثة أو زمن ما بعد الواحد كما يقول. قال وأما قبله فمنعوا عنهم الكفر والإصرار على الذنب، فمنعوا منهم عنهم الكفر والإصرار على الذنب وسمحوا بكل ما يعني غير هذا. وقال أصحابنا بوجوب العصمة مطلقاً، مطلقاً بمعنى أنه لا علاقة للوحي في ذلك الأمر، فيكون وتكون العصمة في زمن الوحي كما تكون في زمن السابق على الواحد، في كما تكون في كل الأزمنة التي تلحق ذلك الواحد. فإذا كان الإنسان نبياً موحاً إليه أو كان ماذا؟ ليس نبياً، بل كان إنساناً قبل الواحد، قبل أن يوحى إليه، فهو معصوم سواء كان ذلك في زمن بعثته أو كان ذلك في الزمن الذي سبق زمن البعثة. قال وقال أصحابنا بوجوب العصمة مطلقا قبل الوحي وبعده إلى آخر العمر. والدليل على ما ذكره والدليل عليه ما ذكره المصنف وهو ظاهر. الدليل على ذلك ما هو هذا؟ ولأن الهدف من بعثة الأنبياء ما هو؟ هو الإنقياد. فإذا أردت مني أن أنقاد إلى جهة فالذي يجعلني أنقاد إليها هو ماذا؟ هو أن تكون لها سيرة، هذه السيرة سيرة ناصعة، فإذا لم تكن تلك السيرة ناصعة فأني لا أنصاع إليها. وهذا هو من الأسرار التي تجعل يعني هذه القضية قضية ماذا؟ قضية يحافظ فيها يعني صاحب المرتبة، يعني صاحب المرتبة العليا في المجتمع والقيادة الدينية أو السياسية على يعني على انقياد الناس إليه من خلال مواصفات من هذا القبيل. فإذا كانت مواصفات من هذا القبيل فإنها تجعل الناس ينقادون إليه انقيادا. وأما بالنسبة إلى وقوع معصية منه حتى وإن كان في الزمن السابق فإن هذا سيقلل من تلك المكانة التي يحصل عليها الإنسان عندما يكون ماذا؟ عندما يكون نبيا، لأنه حتى وإن كان ذلك في الزمن السابق على النبوة أو على زمن الواحد فإن الناس يتأثرون بمثل هذا الأمر، لأنه هذا يجعل الناس تنفر نفوسهم من طاعة مثل شخص كان معروفا بأنه يصدر منه التعصر منه المعاصي، ثم يأتي ليقول لهم مثلا اتبعوني ولا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وهو قد كان يفعل مثل هذه الأمور. قال وأما ما ورد في الكتاب العزيز والأخبار مما يتوهم صدور الذنب عنهم فمحمول على ترك الأولى. لماذا؟ لأنه كما ورد الدليل على ذلك، الدليل العقلي الذي أشرنا إليه على ذلك صحيح وجمع بينها وبين ماذا؟ وبين صحة الناقل التي هو الذي هو أمر واضح، يعني أن هذه الأمور ما دامت قد ورد أنها فعلا وقعت، فإذا جمعا بين كون الأمر عقلا غير مقبول وبين كونها واقعة بالفعل يحمل الأمر ماذا؟ على أنه هذا الواقع بالفعل هو ماذا؟ هو من قبيل ترك الأولى. فإذا كان من قبيل ترك الأولى فهو ماذا؟ فهو إذن ليس بمعصية أصلا، لأنه هذا ليس داخلا ضمن إطار الطاعة والمعصية، بل هو ضمن الإطار الذي يكون خارجا عن هذا الإطار الذي هو خاص بالأنبياء. وهذا من قبيل الآن إحنا عندما ننظر إلى بعض الأمور التي عبر عنها مثلا بالاحتياط، مثلا بعض الأمور الاحتياطية اللي هي الاحتياطية المستحبة، الإنسان في بعض الأحيان الاحتياط المستحب قد ينظر إليها على أنه كذا، على أنه عدم الالتزام به ربما عند البعض ربما يشكل ماذا؟ يشكل خلل، لكنه على كل حال هذا الخلل لا يصل إلى حد ماذا؟ لا يصل إلى حد أن يعتبر الإنسان معه عاصيا، ولكنه على كل حال كان الأولى له أن لا يغفل عن الالتزام به حتى وإن كان ماذا؟ حتى وإن كان الاحتياط مستحبا على كل حال، لأن هذا يرفع من قدر الإنسان، لأن الإنسان كلما التزم بهذه المرتبة العليا من الضبط عند ذاك يحصل على مرتبة أعلى عند الله سبحانه وتعالى، وحتى في نفوس البشر الذي يعرفونه ويعرفون ماذا ويطلعون على يعني سيرته. قال وأما ما ورد في الكتاب العزيز والأخبار مما يتوهم صدور الذنب عنهم فمحمول على ترك الأولى
جمعا ما دل ما بين ما دل العقل عليه وبين صحة الناقل، مع أن جميع ذلك قد ذكر له وجوه ومحامل في موضوع في مواضعه، وهذه أمور ذكرت كما ذكرت في هذه الكتب التي أو في هذا الكتاب الذي أشرت إليه، وهو كتاب عيون أخبار الرضا للعلامة الصدوق. قال: وعليك في ذلك بمطابعة كتاب تنزيه الأنبياء الذي هو كتاب من كتب السيد المرتضى الذي رتبه السيد المرتضى علم الهدى رحمه الله، وغيره من الكتب، يعني من الكتب الخاصة بهذه القضية. ولولا خوف الإطالة لذكرنا نبذة من ذلك، فلأنه ماذا؟ لأنه هذا سيجر البحث إلى ماذا؟ سيجر البحث إلى البحث التفسيري، سيجر البحث إلى قضية أخرى وهكذا. فلأن هذا المقام لا يليق به مثلا بذكر هذه الأمور، لكان ماذا؟ لكان الأولى مثلا التعرض لهذه القضية. وعلى كل حال هسه هذا كتاب تنزيه الأنبياء كتاب موجود في خصوصا في يمكن لعله موجود ضمن رسائله التي هي رسائل السيد المرتضى، وكتاب عيون أخبار الرضا الذي هو يعني موجود فيها أكثر هذه الآيات القرآنية التي وقع الكلام فيها. هذا تمام الكلام في البحث الثالث الذي يختص به أنه عليه أفضل الصلاة والسلام، أو أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام معصوم من أول يوم إلى آخره، يعني سواء كان ذلك في زمان يعني في زمان بعثته أو في زمان نزول الوحي عليه أو في الزمان الذي يسبق ذلك الزمن. الأمر الآخر أو البحث الآخر الذي يتعرض له في هذه القضية، وهو أن يكون النبي أفضل أهل زمانه. لماذا؟ لأن هذا عندما يقبل يعني التنازل عن هذا الأمر وهو أن لا يكون أفضل أهل زمانه سيؤدي إلى تقديم المفضول على الفاضل، وهذا بحسب العقل وبحسب النقل كلاهما يعني يقول بقبحه، سواء كان ذلك الأمر من ناحية العاقل أو من ناحية النقل. فقد ورد في النقل أن هذا أمر لا يصح، وقد ورد ماذا؟ وقد وردت أدلة عقلية بعدم يعني صحة مثل هذا الأمر. قال الله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذا هو الذي أشار إليه المصنف في هذه القضية. هذا الأمر كما هو معلوم، وهو أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه، فهذه من الأمور التي تتوقف على بيان أنه ما هو الداعي إلى جعله هكذا. نقول الداعي إلى جعله هكذا لأننا عندما نتحدث عن النبي فنحن نتحدث عن كونه ماذا؟ عن كونه أولا قدوة، وثانيا مقدما على جميع من سواه. فإذا كان هذا النبي يقدم على جميع من سواه، فإذن يجب أن تكون طاعته بالدرجة التي لا تدانيها طاعة إلا طاعة الله سبحانه وتعالى، التي هي طاعة متفرعة عنها، يعني طاعة النبي متفرعة عنها. وبالتالي إذا كانت هذه القضية يجب أن تكون يعني في أعلى المراتب، فهذه المراتب إذن يجب أن لا تكون مرتبة أي مرتبة يمكن ماذا أن تدانيها. لأنه إذا قبلنا بالتنازل عن هذا الأمر وهو أن لا يكون أفضل أهل الزمان، عند ذاك يلزم من ذلك تقديم المفضول على الفاضل، وهذا الأمر قبيح عقلان وقبيح يعني سمعان. أما كونه قبيح عقلان، فلأن العقل يحكم كما يقولون بذم من يقدم من لا يعلم شيئا من الحكمة مثلا على من يعلم، مثلا ابن سينا او على ارسطو او على غيره من الحكماء. وكذا من لا يعلم شيئا من النحو على سيبويه مثلا يقول بان هذا افضل من سيبويه وهو لا يعلم شيئا، او على من لا يعلم شيئا من الفقه على من هو معروف بعلم الفقه مثلا كالشيخ الطوسي مثلا، او مثلا ابن عباس مثلا في زمانه وغير هؤلاء. لأنه العقل لا يقبل بتقديم جاهل على ماذا؟
على من هو يعني على من هو فاضل وعالم، لا يقبل بهذا الأمر، ويعد فاعل ذلك فاعلا لما يستدعي ماذا؟ لما يستدعي الذم والقدح والرد، ويعني يعني القدح فيه. وأما بالنسبة إلى السامع فكما أشارت الآية القرآنية في قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فإن هذا الاستفهام الوارد في هذه الآية القرآنية إنما هو وارد على نحو ماذا؟ على نحو الاستنكار، لأنه ماذا؟ لا أنه استفهام حقيقي، بل هو ماذا؟ استفهام استنكاري لهذا الوضع. فهو إذن ليس استفهاما عن حقيقة هذه القضية، إذ هذا الأمر ليس يعني ليس واردا على الاستفهام الحقيقي، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو وارد على نحو الاستفهام الاستنكاري. فإذا وجب إذن اتباع يعني يعني فإذا وجب إذن الاتباع فإذا وجب الاتباع فهذا الاتباع إذن يجب أن يكون لمن يكون مفيضا لهذه الصفة، وهي صفة الهداية. أما الذي يكون هو بحاجة إلى أن يكون يعني هو الذي يكون بحاجة إلى أن يهدى، فإن هذا يكون ماذا؟ يكون يعني تابعا، لأنه يكون متبوعا، لأنه من جهة هو محتاج إلى من يتبع، ومن جهة أخرى يقال لنا اتبعوا هذا الآخر أو اتبعوا هذا الشخص. فمن هنا أوجب الله سبحانه وتعالى اتباع الذي يهدي وعدم اتباع الذي يهدى، الذي تفاض عليه الهداية، الذي تكون الهداية من غيره ويكون هو الذي يحتاج إليها، يحتاج إلى الهداية. فإذا إذا كانت هذه الأمة يعني مكلفة ومطلوب منها أن تكون تابعة باتباع النبي ومهدية بهذا النبي، فإذا يجب أن يكون هذا النبي بأعلى درجات هذه يعني أعلى درجات هذه الصفة، وهي صفة المتبع. فإذا كان هناك شخص يجب الاتباع من قبل الأمة، فليس من الصحيح أن يكون في الأمة شخص يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون قائدا له، أو يمكن أن يكون هاديا له، بل يكون هو الهادي لجميع أفراد هذه الأمة كما هو يعني معلوم. وهذا الأمر يجري في كل نبي مع أمته، كل نبي مع أمته. وطبعا من الواضح أنه إذا كان يجري مع كل نبي مع أمته، فإذن يجب أن يكون هذا حاصلا أيضا بالنسبة إلى النبي الخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه أفضل من وجد على هذه البسيطة، أو أفضل من وجد على هذا الكون، باعتبار أنه ليس هناك نبي ولا وصي ولا غير هؤلاء ممن هو يكون بمرتبته يعني عليه أفضل الصلاة والسلام. لأنه كما ورد في الروايات في قوله يعني هو في حديثه عن نفسه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم ولا فاخر. يعني ليس هناك يعني شخص يمكن ماذا؟ أن يكون سيدا بالنسبة إليه، فأنا إذن أفضل من وجد على هذه البسيطة. ومن الواضح أن التعبير بهذا التعبير وهو تعبير يعني السيد هو تعبير يدل على ماذا؟ يدل على الأفضلية، لأن السيادة تدل على هذه يعني القضية، ولا حاجة إلى أن يقال بأنه سيد بمعنى سيد مثلا زمانه أو غير ذلك، لأن هذا لا يتناسب مع الكلمة التي هي واضحة الدلالة في أنه أفضل يعني الجميع. كما ورد أيضا في يعني في بعض الروايات أنه أنا سيد ولد آدم أو غير ذلك من الكلمات على يعني على ما أشار إليه. هذا بالنسبة إلى البشر. أما بالنسبة إلى غير البشر وهم الملائكة مثلا، فإنه وقع الكلام في أنه يمكن أن يكون يعني يمكن أن يكون النبي مثلا بالنسبة إلى البشر مثلا أمره واضح، ولكن بالنسبة إلى موجودات أخرى وهم الملائكة، فهل هناك تعرض إلى أنه يمكن أن يكون يعني
هو يعني شامل، يعني هذه الأفضلية تكون شاملة حتى لهذه يعني لهذه الصنف أو لهذا الصنف من الموجودات الذي هم الملائكة، أو أن الملائكة خارج إطار هذه العملية وهي عملية التفضيل. نقول بأنه الأنبياء يكونون ب يعني أفضلية واضحة على الملائكة، وهذا الأمر لا يخصهم أساسا، بل هي القضية بمعنى لو أردنا أن نبين أن يعني لو أردنا أن نبين هذه القضية من خلال القضية الموجبة الكلية، فإن هذه القضية الموجبة الكلية بالنسبة إلى الأنبياء واضحة جدا، لأننا نقبل بأن يكون الإنسان المطيع لله في حالة الطاعة يكون ماذا؟ يكون في حالة أفضلية بالنسبة إلى الملائكة. فكيف إذن بمن يكون حالته هي الحالة العامة هي حالة الطاعة؟ فإذن يكون الأنبياء في حالة أشرفية بالنسبة إلى الملائكة. وطبعا هذه القضية كذلك وقع الكلام فيها بين بعض أهل الملل، وشاع الخلاف يعني بيننا وبين المخالفين في أن الأنبياء أشرف من الملائكة أم أن الملائكة أشرف منهم. وطبعا الرأي الذي نحن عندنا هو أن الحق هو أن الأنبياء هم أشرف من الملائكة. هسه على كل حال هناك من ذهبوا إلى أن بعض الملائكة لهم خصوصيات والبعض من الملائكة لهم يعني مميزات خاصة، وهؤلاء يعني على كل حال باعتبار هذه الخصوصيات لهم أفضلية على يعني أفضلية على نوع البشر، وإن كان يعني بعض البشر يمكن أن يكون هو أفضل من بعض الملائكة، ولكن هناك ملائكة خاصين، أولئك الملائكة الذين لهم أعمال خاصة الذي نعبر عنهم بالملائكة المقربين، هؤلاء ربما يكون ماذا؟ ربما يكونون أفضل من يعني من الـ من الـ من الأنبياء حتى. ولكن هذا الكلام يعني غير مقبول، بل البعض من هؤلاء ذهب إلى أن الملائكة مطلقان يعني ليس فقط المقربين، الملائكة مطلقان هم أفضل من الأنبياء، وهذا الأمر باطل من جهات كما قد يقولون. هذا الأمر باطل من جهات. الجهة الأولى هو أنه يعني قال الله تعالى مثلا أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، والاصطفاء معناه ماذا؟ معناه التفضيل والأفضلية. ولفظ العالمين هذا لفظ شامل ليس فيه تخصيص، لهو يعني لفظ عام ومطلق في هذه القضية، فهو يشمل جميع العوالم، والعوالم كما تشمل عوالم الإنس كما ذلك تشمل عوالم غيرهم، وهم الذين يشملون الجن والإنس والملائكة وغير هؤلاء من الموجودات. فإذا كانوا قد اصطفوا فإذن اصطفوا بمعنى فضلوا على جميع هذه يعني على جميع هؤلاء. هذه الأمور ربما يعني استدلوا بها على هذه القضية. والبعض قالوا بأن يعني في بيان أن هذا الأمر اللي هو تفضيل الملائكة أمر باطل، قالوا بأننا عندما ننظر إلى الملائكة وننظر إلى الأنبياء هذه النظرة أساسا يعني تختزل صفة خاصة للأنبياء ليست موجودة عند الملائكة، لأننا عندما ننظر إلى الأنبياء نجد بأن الأنبياء مع وجود هذه المواصفات هم مكلفون، فهم إذن عندهم مهمة أشق من مهمة الملائكة. فإذا كان الملائكة لا يصدر منهم ذنب بسبب مثلا كونهم لا يتصفون بمواصفات الغضب والشهوة وغير ذلك باعتبار حقيقة تكوينهم حقيقة خلقهم من العقل فقط، فإن الأنبياء مع كون طينتهم وخلقهم فيها هذا التركيب، ولكنهم مع ذلك يصدر منهم بماذا؟ يصدر منهم بما يساوي هؤلاء وهو الطاعة. فإذا كان ما يصدر منهم هو الطاعة وقد وجد ما هو سبب لصدور المعصية ومع ذلك لم تصدر المعصية، إذن فالتكليف الذي وجه إلى الأنبياء أشق من تكليف الملائكة، ولأن الأنبياء هنا في هذه يعني في هذا العالم
ليسوا بمعزل عن الشهوة ولا بمعزل عن عن الغضب ولا بمعزل عن الرغبة وغير ذلك من الأمور، ومع ذلك يكونون ماذا؟ يكونون في نفس المرتبة التي يوصف بها الملك، وهي مرتبة ماذا؟ وهي مرتبة الطاعة. فلذلك يمكن أن نقول بأنه هذه القضية يمكن أن تعد من القضايا التي وقع الكلام فيها كثيرا بين القوم، وإن كان المصنف يعني هنا المصنف والشارع لم يتعرض إلى هذه القضية بصورة تفصيلية، لأنه مثلا لعله ماضي لعله يعني لم يعهد التعرض لهذه القضية في بعض الكتب التي يعني تعرض لها أو ما شابه ذلك، أو لأن الكتابة مثلا كتاب يعني وقع على نحو الاختصار. على كل حال هذا ما قيل في هذه القضية. نقرأ ماذا قال الشارح يعني في تفسير كلام المصنف. قال: الرابع يجب أن يكون أفضل أهل زمانه لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا وسمعا. قال الله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ما فما لكم كيف تحكمون. قال الشارح: أقول يجب اتصاف النبي بجميع الكمالات والفضائل، ويجب أن يكون في ذلك أفضل وأكمل من كل واحد من أهل زمانه. لماذا؟ قال: لأنه يقبح من الحكيم الخبير أن يقدم المفضول المحتاج إلى التكميل على الفاضل المكمل عقلان وسمعان. هذا المكمل يعني هذا الكلام، يعني هذا الكلام هو اللي هو قوله: لأنه يقبح من الحكيم الخبير أن يقدم المفضول المحتاج إلى التكميل على الفاضل المكمل. هذه بعد تكمل لهذا المكمل عقلان وسمعا، يعني الذي يعضد هذا الكلام العقل والسمع. ما هو؟ قال: أما عقلان فظاهر إذ يقبح في الشاهد أن يجعل مبتدأ في الفقه مقدما على ابن عباس. السيد واحد يقول مثلا هذا الشخص يقدم على ابن عباس وهو شخص مبتدئ في الفقه وغيره من الفقهاء، ويجعل مبتدأ في المنطق مقدما على أرسطو أو على الفارابي أو على مثلا ابن سينا وغير هؤلاء. قال: ومبتدئا في النحو مقدما على سيبويه والخليل، وكذا في كل فن من الفنون. وأما سمعان فما أشار إليه سبحانه في الآية المذكورة وغيرها، وهي قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذا تمام الكلام في هذا المبحث الرابع. إن شاء الله يأتي الكلام في المبحث الخامس في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وسلم.